السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. هل آل سعود من قبيلة عنزة أم لا؟ وبعد ذلك في سؤال آخر، هل آل صباح حكام الكويت وآل خليفة حكام البحرين هل هم من عنزة أم لا؟ طيب قبل ما نبدأ تنسى تسوي لي اشتراك، وإذا سويت لايك ترى ينفعني. طيب اللهم صل على محمد. يجي البعض ويقول لا، آل سعود من قبيلة بني حنيفة فقط. احنا طبعا جميعا عارفين ان الملوك اكبر من القبائل، لان مملكته تضم عدة قبائل فمستواه اكبر مستوى القبيلة، فكلهم ابناء قبيلته، لكن نسبا كبني أمية من قريش، كآل سعود، كالعباسيين، كهكذا. طيب نسبهم مؤخرا كنت الموضوع ذا متجاوزينه، احنا متجاوزينه كلام الملك سلمان، كلام الملك عبد العزيز، قصيدة الملك عبد العزيز، قصيدة الإمام أو الأمير مانع المريدي جدهم عام 852 هجريا، كل هذا الموضوع متجاوزينه الناس، كتب التاريخ متجاوزينه. لكن مؤخرا حدثت بعض اللبس، ودنا عاد نحط النقاط على الحروف، وراسلوني بعض الأحبة. لازم تعرف يا حبيبي أن القبائل العدنانية أبناء معد عندهم ثلاث أقسام. قبيلة إياد واندخلت في عدة قبائل، ما نقول انقرضت، دخلت في عدة قبائل أخرى. ممنوع تقول قبيلة بادت، ما في اسم بادت أبدا، ما في اسم عرب بائدة، هذه تدخل في قبائل وتغير اسمها، فالجاهل يعتقد أنهم بادت. طيب هذه قبيلة فخذ أو قبيلة مضر، ومنهم قريش وتميم وعتيبة والسبعان والسهول ومطير و و و والرشايدة والعوازم، كثير قبائل مليانة اسمها قبائل مضر. طيب هذا قبائل عظيمة، وهذه قسم، القسم الأكبر. في قسم ثاني اسمه ربيعة بن نزار، مضر بن نزار وربيعة بن نزار. ربيعة هذا الآن كله اسمه عنزة، لكن سابقا قبل الإسلام وبداية صدر الإسلام إلى الثلاث القرون الأولى كان ما يقالهم كلهم عنزة، كان يقال قبائل الربعية أو الربعية من ربيعة، لكن ربيعة الفرس لأن جدهم نزار مضر الحمراء أعطاهم الإبل وأعطى الخيل لابنه ربيعة، فصارت الخيل عند ربيعة والمضر أخذوا الإبل. عموما ربيعة هذه يا أخواني سابقا كانت تقول بكر تغلب، رجل بكري تغلبي، عبد القيس عنزة، على عنز، عنز الحين راح للجنوب السعودي وجاب رفيدة وأراشة وربيعة، ولهم الآن اسمهم العسارية. لكن كل هذه القبائل كل في ذاك الزمان كان ينسب لنفسه، يقول فلان البكري، فلان التغلبي، فلان العنزي أو العنزي، أحيانا يقول كفلان العنزي زي صحابي عامر بن ربيعة العنزي إلى عنز بن وائل، عشان يفرقون بين عنز وعنزة. عموما هذه القبائل الكثيرة، النمر بن قاسط، الحين تسمع في أحد يقولك أنا من قبيلة النمر بن قاسط، أنا من قبيلة عبد القيس، أنا من قبيلة عجل، أنا من قبيلة يشكر، أنا من قبيلة شيبان، أنا من قبيلة سدوس اللي دا شمال الرياض، ما حد يقولها. بعد القرن الثالث بعد وصول التتار تغيرت اسماء القبائل نتيجة أن المغول والتتار وبعدين صاروا الأتراك أسلموا احتلوا العراق والشام، وعادت القبائل العربية إلى جزيرة العرب إلى ملجأها، فتغيرت بعض اسماء القبائل، تلهزمت واتحدت وتضافرت فتغيرت كثير، وطلعت أسماء الجديدة المعاصرة اليوم، من ضمنها قبائل الربعية، فصارت كلها اسمها عنزة، كلها اسمها عنزة، ما عدا صرنا ما عاد نعرف، ما عاد نعرف البدوي، طبعا اغلبهم بدو صاروا وراء الابل وراء حلالهم، فصاروا كلهم يقول انا عنزي، يعني ابن عبد رب الاندلسي يقول اما احدهم فلا يستجزي ان يقول انا فلان العنزي، رحى يدورون عليها، ما عاد بقي رحى الا عنزه، اما بقيه العرب جماجم على اسماء ابا. كيف تعرف هذا من عنزه؟ في تقسيمات تشوفونها الحين بتويتر وكذا، بعض المجتهد يقول بشر من تغلب ومسلم من بكر، هذه اجتهادات بك ما يمقطوع بها، لكن وش المقطوع به؟ هم الحضر، الحاضرة تعرف انهم لانهم ما ادخلوا مع البدو فما ذابوا ولا انصهروا تحت قائد كبير واندمجوا باسم عنزة، فترى حتى بكر تأخرت في بترك اسمها من بكر الى عنزة لان تغلب سبقتها،
ودخلوا مع وحملوا الاسم هذا. فصار الحاضرة تعرفه يقول لك أنا الزرعة. الزرعة منين؟ أمير الرياض سابق قبل الدولة السعودية الأولى. طيب اللي بعدين جاء بعده دهام بن دواس، وبعدين جاء بعده قامت الدولة السعودية الأولى وضمت البلد. فآل زرعة من بني حنيفة. كيف تقول بني حنيفة؟ هذا أدري لأنه ما مشى مع البدو. لو راح أحد عيالهم أو أبنائهم وانضم على البدو بعد جيل جيلين ثلاثة يبصير اسمه عنزي ولا يدري إنه من بني حنيفة. ابن بكر بن وائل ابن أفصى بن دعمي ابن هند ابن جديلة ابن أسد بن ربيعة بيروح. لكن كونه مع الباقي حاضرة إذا نعرف نسبه، نعرف من أي أقسام قبائل ربيعة. حتى حاضرة الشرقية بعضهم يقول كلام من عبد القيس في البحرين، يقول كلام من عبد القيس، نقول شكرا لك. لكن تسألني أنا كعنزي، تسأل أي بدو عنزي ما راح يقول لك بسطام بن قيس قال بني وائل، وكذلك الحارث بن عباد. ها وش الحارث بن عباد؟ من أي فرع؟ خلاص صارت كلها يقول قربوا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي. فصارت كلها بني وائل. العرب في طبيعتهم يا اخواني الطعن في الاحساب والفخر بالانساب هذا ثابت عندهم. عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول حتى قيام الساعه. شيوخ القبائل والعقده والشعراء الكبار دائما ينسبونهم من غير قبيلتهم. غل شفت القبائل الموجوده الان يقول تقول امير القبيله الفلانيه فلان يقول ترى ما هم منهم. طبيعه البشر طبيعه العرب كذا. لكن البعض قد يكون جاهل فنقول ما يدري، يحس من بني حنيفه قبيله مستقله ما لها دخل في اسم عنزه، ولا يدري ان حنيفه هي الحاضر يعرفون اسماءهم، لكن بدوي ما يدري من اي قبائل الربعيه، من اي من عنزه يرجع، من عبد القيس، من نبر بن قاصط، من يشكر، من سدوس، من عجل، من ما يدري. خاص عنزي وبس. وحطوا تقسيمتين بشر ومسلم. مسلم اصلا اسم جاء بعد الاسلام، كلمه مسلم جت بعد الاسلام. طيب وفي الاخر قد يكون حاقد، ومن ضمن الدليل على حقده يقتطع من كلام الملك سلمان حفظه الله، ومن هو اكبر المؤرخين والنسابه الملك سلمان حفظه الله، قال للمذيع نعم الاسم القديم حنيفه، الاسم الجديد لو تسالني هو كان لو تسالني كمتخصص قلت لك انا من بني حنيفه، لان عارفين حاضره ما راحوا مع البدو فمن بني حنيفه. لكن لو تسالني عن الاسم الجديد كان قلت لك انا من عنزه. عنزه بن اسد بن ربيعه طغى على الاسم جميع. ما عاد تدري انا الان ما ادري انا عنزه بن اسد بن ربيعه ولا تغلب بن وائل ولا عبد القيس. فكلها صارت رحى ودارت على اسم عنزه، لكن كلها قبائل الربعيه. ولو سمينا انفسنا ربيعه قبائل الربيعه ربيعه الفرس انتهى الموضوع، ما عاد تسمع ايش الاشكال هذا. هذا نقول هذا الحاقد. شوف كيف اقتطع كلام الملك سلمان الاخير يقول لك مثلا اول قبل الاخير لا احنا من بني حنيفه، حنيفه بن بكر وعيال عمنا عنز وعيال عمنا عنزه بن اسد. ولكن لو سألتني قطع هذا كلام ما أضافه. يجيك واحد مثلا يستدل يقول هذا قال أحمد البسام، أحمد البسام سلم ديفر قال من بني حنيفة ولا من عنزة قال من بني حنيفة. قد يكون جاهل، صح يعرف التاريخ لكن في الإنساب ضعيف، فرض يسأل وليس الحجة. يقال إنه تراجع وقال ما دريت إن بني حنيفة وإن البدو ذولا اللي هم عنزة قبيلة عنزة. لو تلاحظ قبيلة عنزة أكبر قبيلة، ولذلك بعض الناس بيقول اسمها قبائل عنزة، لا تقول قبيلة، هذه اسمها قبائل عنزة. نصف العرب، نصف العدنانيين عنزة. فيقول ما دريت انهم منضمين له، وان البدو ذولا كلهم خليط من القبائل الربعيه، فما تدري منهم البكري من الحنفي من البكري من التغلبي من النمر بن قاصط من عبد القيس من ثعلبه من عنز من عنزه، ما تدري ضاعوا او دخلوا في بعضهم كلهم عيال عم عيال رجال واحد، يعني جدهم الخامس السادس السابع يلتقون في جد واحد. اذا تروح مثلا الكويت والبحرين اذا كان في السعوديه يقبلك تقول الصباح والخليفه من السعوديه من من عنزه، تخبر حسد البدو او حسد العرب دائما يحسدون. لكن تروح الكويت يقول كلام من العتوب، تروح البحرين يقول كلام من العتوب. العتوب يعني عتبه، يقول ما تعتب الباب يعني ما تدخل او ما تتخطره، فسموا عتوب. لكنهم قبيله عنزه وقصائدهم موجوده وعيال عمهم موجودين وقصورهم موجوده. هذه ترى عني 80 كيلو ورا بيتي، يعني قصورهم من قبل الاسلام قبل هجرتهم قبل 400 سنه. فيا اخواني الحسد موجود، لكن الموضوع ذا عيب تكلم. يقول جيتها وانا معزي صفوه اولاد وايل، الملك عبد العزيز قبل 90 سنه قال القصيده، يقول وانا معزي صفوه اولاد وايل، يعني كيف نجد صارت نثائر وقصيدته المشهوره. والامام ابو جده مانع مريدي يقول يوصف ديار عنزه حتى مبرك الناقه ذكره خيبر يقول لنا اثار فيه حنا عنزه. عموما الدوله اكبر من القبيله، لكن للتوضيح النسب تحياتي لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.